هنا العملية باش نتأكدوا نرجعوا نديروا نرجعوا للبوابة وما نمشيوش لتسجيل طالب جديد دابا لأن حنا ولينا مسجلين ولا عندنا حساب يعني في البوابة ديال الترشيح ديال الأحرار. نجيو لهنا نديرو تسجيل الدخول بعد ما نديرو تسجيل الدخول نديرو هنا اسم المستعمل وندخلو كلمة المرور هنايا ونديرو تسجيل. متابعين قناة عادل بيكاسي الأوفياء أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غنشرحو فيه طريقة ديال كيفاش يتسجلوا المترشحين الأحرار للسياج باك ليبر. بعد ما غندخلوا لهاد البوابة الإلكترونية ديال وزارة التربية الوطنية اللي هي candidature.bac.mem.gov.ma اللي غنخليكم اللين ديالها في الديسكريبشن. بعد ما غندخلوا هذه هي البوابة ديال الترشيح أحرار للسياج امتحانات الإشهادية. بالنسبة اللي كانوا مسجلين في السنة الماضية ما عليهم إلا يديروا تسجيل دخول وغيكون عندهم اسم المستعمل اللي هو رقم البطاقة الوطنية وواحد الكلمة المرور اللي غادي تكون عندهم ويسجلوا الدخول باش يعاودوا يفاليديو يلقاو المعلومات ديالهم اللي كانوا دخلوها في السنة الماضية ويفاليديوها باش تفعل لهاد السنة الجديدة. بالنسبة للمترشحين اللي جدد وهاد غادي يتسجلوا أول مرة يجيو لهنا يديروا تسجيل طلب جديد. من بعد ما يديروا تسجيل طلب جديد يقراو هاد الالتزام هذا يقراو مزيان. من بعد ما غيطلعوا عليه غادي يحملوه وغادي يطالعوا عليه غادي تعطيهم هنا يملؤوا هاد الاستماره اللي هي ملف ترشيح لاجتياز امتحانات البكالوريا الخاص بالاحرار. هل المترشح يتوفر على رمز مصر؟ اذا كان عنده رمز مصر غيدير نعم ويدخلوا في هاد الخانه هذه. اذا كان لا غادي يدير لا. متفقين معايا؟ ندوزو لتاني مسألة. هل المترشح حاصل على شهادة البكالوريا؟ إذا كان حاصل غيدير نعم ويدير سنة الحصول عليها يدير التاريخ في هاد الخانة هذه. وإذا كان لا غيجي لهنا وغادي يدير لا. بالنسبة لرقم البطاقة الوطنية غادي يدخلو في هاد الخانة هذه كما كتشاهدوا معايا وغادي يجي يدخل هنا الاسم الفرنسي الاسم ديال المترشح كما كتشاهدوا ثم هنا النسب ديال المترشح بالفرنسية هانتوما كما كتشاهدوا ثم غادي يجي لهنا وغادي يدخل تاريخ الازدياد ديال المترشح وغنجيو لهنا وغادي نديرو بحث كما كتشاهدوا معايا يعني المرجو الانتظار نظرا لهذا الاكتضاد وهذا الضغط كيف ما كتشاهدوا معايا هنايا فاش درنا بحث ها هما عطاونا باش نتمو ملء هاد الاستماره ونتمو ملء يعني البيانات الشخصيه يعني هنا هانتوما كيف كتشاهدوا متتبعينا الكرام زوار قناه عادل بيكاسي هنا كيعطيونا ندخلوا الاسم العائلي يعني اسم العائلي باللغة
العربية، كيف ما كتشاهدوا معايا، وهنا الاسم الشخصي كذلك باللغة العربية. خلاص تاريخ الميلاد او تاريخ الازدياد راه كنا درناه هنايا، هنا مكان الازدياد، مكان الازدياد، دير مكان الازدياد، ثم هنا مكان الازدياد باللغة الفرنسية، هنا ندخلو اسم الأم، غير اسم اللغة العربية هو اسم الأم، ثم غنجيو لهنا الجنسية من المملكة المغربية، طبعا هنا غنديرو ذكر ولا أنثى، نحددو الجنس، ثم هنا العنوان الشخصي. اللغة الفرنسية، العنوان الشخصي هنا باللغة العربية، باللغة الفرنسية. هنا عنوان المراسلة، يعني فين وصلنا، يعني باش نتوصلوا لاستدعاء ديال الاجتياز ديال هاد امتحان البكالوريا أحرار. إذا كانت نفس العنوان فين كنسكنو هو عنوان المراسلة، نعاودو نفس العنوان، كما هكا كما هكا، كان عندنا نفس العنوان هنا أكاديمية طلب الترشيح، يعني نشوفو الجهة ديالنا هكا، هنا إقليم طلب الترشيح بهذه الطريقة، وهنا جماعة طلب الترشيح، هي جماعة طلب الترشيح، ويعطينا اختيارات، نشوف بين الاختيارات الجماعة ديالنا طبيعة الحال، هي هنا واش المترشح عنده شي إعاقة ولا لا، إذا كانت عنده الإعاقة كنديرو نعم، إذا ما عندوش إعاقة لا، هل المترشح سجين حاليا، إذا كان سجين غيدوز الامتحان في السجن كنديرو نعم، إذا كان لا كنديرو لا. خلاص رقم الهاتف وهذا وهذا، ثم البريد الإلكتروني، نعود نأكد هنا بالنسبة لهادو المعلومات الشخصية كيف شاهدتوا معايا، هنا ندخلو لهاد الفئة الثانية في الاستمارة اللي هي المسار الدراسي. أولا الصفة، تنديرو واش عاطل ولا طالب ولا يعني فين كي يمكن لك فين خدام العمل الوظيفة، حاصل على شهادة البكالوريا، إذا كان نعم راه نعم، كان لا لا، سلك آخر مؤسسة، سلك آخر مؤسسة، يعني واش الابتدائي ولا الثانوي الإعدادي ولا الثانوي التأهيلي. كنشوفو على حساب المعلومات ديالنا،
يعني نظرا للضغط اللي واقع على البوابة، كنجيو لهنا يعني سيرك آخر مؤسسة. واش كنا في التعليم الخصوصي ولا عمومي؟ كنا في الخصوصي نديرو هنا، كنا في العمومي راه نرجعو لهنا عمومي. بالنسبة لآخر مستوى دراسي فين قرينا، واش الجد مشترك ولا أولى بكالوريا ولا الثانية بكالوريا، ونختاروا الشعبة ديالنا. بالنسبة هنا نديرو عدد سنوات ديال التكرار، وهنا عدد سنوات الثانية بكالوريا منقطع. إذا كنا انقطعنا عن الدراسة كنديرو نعم، وهنا كنديرو تاريخ الانقطاع. تاريخ الانقطاع إذا كان ما منقطعينش كنديرو لا، تاريخ الانقطاع. كما كتشاهدوا معنا اذا انتهينا من هذا المسار الدراسي، غندوزو لنوع البكالوريا المطلوب. نوع البكالوريا المطلوبه يعني فاش باغي ندوز هذا العام البكالوريا. كنجيو لهنا كنديرو المسلك. شنو المسلك؟ مش مسلك العلوم الانسانيه، مسلك الاداب، مسلك فين بغيت ندوز انا. الاعفاء من التربيه البدنيه بالنسبه للناس اللي بغاو يتعفاو من التربيه البدنيه ويدفعوا شهاده طبيه كيديروا لا، الناس اللي بغاو كيديروا اللي بغى يدوز التربيه البدنيه الرياضه اللي بغى يدوزها كيدير لا ما يتعفاش، واللي بغى يتعفى كيدير نعم. هنا اللغه الاجنبيه الثانيه يعني واش اسبانيا ولا المانيا ولا ايطاليا ولا انجليزيه، يعني على حسب شنو كان عندنا. كنجيو لهنا من بعد ما غادي ندخلو يعني نحملو الصوره ديال الصوره ديالنا. والصوره راه بحال ديال البطاقة الوطنية 35/40، تكون صورة حديثة وهذا. بقاو معانا، نحملو الصورة عندنا في الجهاز ديالنا. كيفما كتشاهدو من بعد ما غنحملو الصورة غندخلو المعلومات سي بي بي ام اي جي. ندخلو هاد ديال الكابتشا وغادي نحفظو هاد المعلومات هادي. هنا تيقولك معلومات تمت الإضافة بنجاح المرجو التحقق من صحة المعطيات ثم المصادقة عليها للوجوء إلى الطلب المرجو استعمال المعطيات التالية. كيعطيونا واحد هنايا رقم أو اسم المستعمل، وكيعطيونا كذلك كلمة المرور باش نبقاو ندخلو الحساب ديالنا. ما كتشاهدوا معايا، وغادي يتم ايضا ارسال هذه المعطيات للبريد الالكتروني. نديرو هنا اغلاق،
كما كتشاهدوا نظرا يعني لكثرة الضغط على هذه البوابة كيوقع هذا. بالنسبة لهنا غادي نخرجوا. إذا المتتبعين بعد ما نهينا العملية باش نتأكدوا نرجعوا ونديروا نرجعوا للبوابة وما نمشيوش لتسجيل طالب جديد دابا لأن حنا ولينا مسجلين ولا عندنا حساب يعني في البوابة ديال الترشيح ديال الأحرار. نجيو لهنا نديرو تسجيل الدخول. من بعد ما نديرو تسجيل الدخول نديرو هنا اسم المستعمل وندخلو كلمة المرور هنايا ونديرو تسجيل. كما كتشاهدو بعد ما درنا تسجيل دخلنا رقم الطلب ديالنا هو دخلنا المعلومات ديالنا اللي هي هذه. من بعد ما نراجع جميع المعلومات يمكن لي ندير المصادقة ونقدم الطلب يعني الحفظ ديال المعلومات راه محفوظة يمكن لي داك الساعة ندير مصادقة ديال الطلب صادق عليه باش يتفاليدا باش نكمل التسجيل ديالي كمترشح لاستياز باك ليبر من بعد ما نديلهم وثائق. هذا هو كان الدرس ديالنا اليوم متتبعينا الكرام. شكرا لكم على حسن المتابعة. فمتتبعينا الكرام دعمونا أكثر وأكثر، الدعم ديالكم كيشجعنا. تبقوا على خير. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب به، وللمزيد اشترك في القناة لطفا وليس أمرا، فعل الجرس لتتوصل بكل الفيديوهات الجديدة.